وعندنا خبر عاجل. خبر العاجل أن لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم قررت منذ قليل حرمان أحمد عبد الظاهر لاعب النادي الأهلي من التمثيل المحلي لمدة 3 أشهر. إيقاف أحمد عبد الظاهر محليا لمدة 3 أشهر بالإضافة إلى منعه من التمثيل الدولي للمنتخب الوطني المصري لمدة 1 عام كامل. نكرر مرة أخرى الخبر لحضراتكم أن لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم قررت حرمان أحمد عبد الظاهر من التمثيل الدولي لمدة 1 عام وأيضا حرمانه من اللاعب المحلي لمدة 3 أشهر. معنا على الهاتف الدكتور جمال دياب رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم. برحب بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا كابتن. إزاي حضرتك؟ تمام يا فندم، كله تمام الحمد لله. بسأل حضرتك عن تفاصيل أكتر على الخبر اللي احنا لسه قايلينه دلوقتي حالا وحيثيات القرار. الحقيقة هو اللجنة اجتمعت طبعا، وأنا عندي لجنة مشكلة من 5 أعضاء كلهم رجال قانون وقضاء، وتداولنا الأمر ونظرنا إلى أنه اللاعب عنده حداثة في المهنة بتاعته في لعبته، والتصرف بتاعه كان عبارة عن تصنيفه انه في مزج بين السياسة والرياضة. ده التصنيف القانوني بالضبط كده، مزج بين السياسة والرياضة واللوائح الفيفا والاتحاد المصري ولوائح الانضباط والافريقي وكله بتمنع اي مزج بين الرياضة واي شيء اخر، وترفض تفرقة عنصرية، بترفض اشارات، بترفض انتماءات، وبالتالي كان القرار اللي انتهت اليه اللجنة زي ما حضرتك ذاته في البداية، وهو انه يقف اللاعب عن ممارسة المشاركة داخل المسابقات المحلية لمدة 3 أشهر والحرمان من التمثيل الدولي اعتبارا من تاريخ وقوع الواقعة اللي ارتكبها. طيب دكتور جمال، انا عايز اشكر حضرتك الحقيقة لانه انت عندك مصداقية كبيرة جدا، لان كان في مداخلة قبل كده سابقة يوم الخميس اللي فات وقلت لحضرتك لماذا التأجيل، قلت لي تأجيل لاسباب معينة، قلت لحضرتك هل هيبقى في قرار نهائي يوم الخميس المقبل، حضرتك ذكرت بما لا يدع مجالا للشك انه هيبقى في قرار قاطع وحاسم يوم الخميس بدون اي تأجيلات، وبالتالي انا بشكر حضرتك على المصداقية اللي بنفتقدها الحقيقة في اوقات كتيرة جدا من المسؤولين في اماكن في اماكنهم بشكل مختلف. هل كان في اي يعني عقبات علشان خاطر القرار يخرج، علشان خاطر النهاردة يبقى في قرار نهائي صادر للناس ولا لا؟ اطلاقا لم يكن في عقبات، اللجنة كلها اعضائها رجال قضاء وقانون ومتفاهمين الامر القانوني والمخالفة، ودائما وابدا اللجنة وهي تنظر لقراراتها او لاحكامها اللي بتصدرها بتراعي المصلحة العامة لكل المنظومة، بتراعي التقويم للاشخاص، بتراعي انه كل من الافراد المسؤولين عن المنظومة يؤدي الدور اللي يشرف ناديه ويشرف مصر ولا يكون له اي انتماء، لانه الرياضه للرياضه ولها مواصفات ولها اخلاقها ولها معاملتها، وبالتالي القانون بيبقى حريص في تطبيقه انه يحجم اي تصرفات تمس وتؤدي الى اثاره او الى اي انفعالات تؤدي الى مهازل احنا في حل منها يعني. طيب دكتور جمال معلش استحملني لانه هيبقى عندي سؤالين كده في منتهى الاهميه، الناس اللي بتتابعنا اكيد هتبقى مهتمه بده. فيما يتعلق بانه الناس بتقول الاتحاد المصري لكره القدم ما هوش جهه التحقيق ولجنه الانضباط ما هوش جهه التحقيق المفروض ان هي تحقق مع اللاعب، دي واقعه حصلت في مباراه تندرج تحت مظله الاتحاد الاتحاد الافريقي لكره القدم وبالتالي لا تندرج تحت مظله الاتحاد المصري لكره القدم، ما هو رد حضرتك يا فندم؟ حضرتك اللي يقول هذا الكلام يجب ان يعلم ان النادي اللي بيمثل مصر في هذه الدولة او في هذه الدورة او المسابقة ده نادي مصري خضع لاشراف الاتحاد، نمرة 1. نمرة 2، اللاعب اللي بيمثل داخليا او خارجيا بطاقته الدولية وارتباطاته واوراقه موجودة داخل الاتحاد، فكل من هم افراد في المنظومة الرياضية داخل مصر خاضعين لاشراف الاتحاد، للاتحاد توقيع اي مخالفات عليهم او اي جزاءات او اي معاملات، فده رد طبعا او رأي اللي قاله لم يقرأ لوائح لا الاتحاد الداخلي ولا الخارجي يعني. طيب إذن لو سألت حضرتك على القرار الخارج اللي خرج بخصوص إيقاف اللاعب عن التمثيل الدولي لمدة 1 عام وأيضا حرمانه من المشاركة المحلية لمدة 3 أشهر، ده كان استنادا لأي لوائح تحديدا؟ يعني حضرتك واللجنة بالكامل رجعتوا لإيه؟ إيه اللوائح اللي انتوا بصيتوا عليها وبالتالي كان القرار اللي خرج ده؟ المادة 5 من لائحة الانضباط المصري بتحدد هذا الأمر، مادة 80 من لائحة بتقول هذا الكلام، الاحكام العامه للفيفا بتحدد هذا الكلام ومنصوص عليها نصوصا واضحه لا تدع مجال للشك، انه بتتكلم اي مخالفات سواء في السلوك او المعاملات اللي بتطلع، زي مثلا بنقول يمنع منعا باتا، دي فقره 3 من لائحه الفيفا
لائحة دولية بتقول أي تصرفات عنصرية من أي نوع ضد أي بلد أو أشخاص مجموعة من البشر أو عرف واحد أو جنس أو لغة أو دين أو سياسة أي منهم بتوقع عقوبات أشد من كده. لكن احنا خدنا العقوبة من الأدنى إلى الأقصى فقلنا لحداثة عهده كانت هذه العقوبة. طيب المهم برضو في الموضوع العقوبة مفترض أن هي تبدأ امتى رسميا وتنتهي امتى رسميا؟ يعني هل من ساعة ما خرج القرار ده دلوقتي حالا بيبتدي التفعيل؟ من تاريخ الواقعة من تاريخ 10 من تاريخ وقعته من تاريخ الواقعة مش من تاريخ نهاية التحقيق. دي لا 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 مهمة لا. جدا الواقعة نفسها على طول 3 شهور والتانية سنة اعتبرها من تاريخ الواقعة. طيب كده اعتقد ان احنا في اي يعني تفاصيل عند حضرتك زيادة ممكن نضيفها في هذا الامر ولا لا؟ أنا كده تمام وأشكرك على المداخلة وأنا تحت أمر حضرتك. طيب آخر سؤال بقى معلش طالما حضرتك قلت إنه كده مفيش أسئلة أو آخر سؤال، هل في من حق اللاعب إنه يتظلم ضد العقوبة ولا لأ؟ لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم له الحق من التظلم من القرار الصادر من لجنة الانضباط في خلال 15 يوم من تاريخ صدور القرار. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور جمال دياب رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم.